السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين الوليدات؟ كي داير العائله كامله؟ اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الوصفه، الوصفه سهله خفيفه للعشاء. غادي ندير عندي خيزو جزر بهذه الطريقه، قطعته على الطول بهادي، قطعته على هذا الشكل. هذا عندي طروفه ديال الصدر، ديال اما تاع الدجاج واما ديال لدان. عندي الكوسه القرعه قطعتها بهذه الطريقه، نجرتها بهذه الطريقه. عندي الابزار الملحه، عندي اكليل الجبل هو اليزير. يلا على بركه الله تابعوني. غادي نبدا نقولوا بسم الله، ندير واحد شويه الملحه شويه البزار. غادي نشد الصدر بهذه الطريقه وغادي ندردر عليه شويه الملحه وشويه البزار. غادي ندير عليه طريف ديال القرعه وشويه ديال الجزر، يعني خيزو. نسيت عندي اوراق ديال الفرماج، هادو ديال الورق. غادي نشدو بهذه الطريقه كما درنا طرف ديال الصدر، اما المهم انت عندك الاختيار اشنو اللي كيعجبك. نحلو طرف ديال الفرماج، فرماج ساندويش. بغيتي ديري كميه كبيره كديريها، انت عندك الاختيار. نشدوه بحال هكا ونديرو شويه ديال الاكليل الجبل اليزير، ونحطو عليه الجبن، وغادي نلفوه بهذه الطريقه. بحال الطريقه هذه، وغادي نحطو جانبا. نشدو الطرف الثاني، حاولوا يكون الطرف شويه يكون رقيق. غادي ندير الورقه ديال الكوسه او القرعه وندير شويه ديال الخيزو بهذه الطريقه، وندير عليه شويه البزار على حسب الذوق، واليزير بعد الرشات، وانتي ليك الاختيار. نديرو الجبن، الا بانت لك الكوسه شويه طويله حاولي تنقصي منها شويه وتلفيها، راه هي سهله باش نلفوها. هادشي كله غادي نخشي من بعد. الى عندك هذيك المطرقات العود او مطرقات الحديد اللي كتكون، حاولي نديرو لها بحال هكا ونديروها شويه باش ترقاق القرعه، الجزر. المهم كنبقاو مستمرين. الى ما بغيتيش انت تقطعي هاد القرعه بهاد هاد الجزر بهاد الطريقه، حاولي تقطعيه رقيق، ومن بعد الى شتي شويه غيدي لك الطياب حاولي ديري فيه واحد النص ديال السلقه باش يدخل لك فيه الطياب وديريه. المهم حنا نشاركوا معكم الطريقه ديالنا، وانتيا اي طريقه جاتك سهله غادي ديريها بهذا الشكل هذا. حاولوا باش دوك العضلات ديال اللحم
باش يدخلوا بعضياتهم ويرطب لينا السدر. وكنشكر المتتبعات ديالي عيالات ولا رجاله، وبغيتكم باش تدخلوا وتشاركوا معايا في هذه القناه، ودخلوا المطبخ نعيمه البيضاويه، المطبخ نعيمه البيضاويه، ولكم الشكر. البنات يمكن مشى ليا الفيديو ديال باش كتكلف في هذا، انا دابا درت لي هاد العويدات ديال هاد الشكل، كنديرهم للسنان كنديرهم سميتو، درتهم كلهم جمعتهم بهاد الطريقه هانتوما كتشوفوا. كنشوف انا هاد القريعه اللي شاطت ليا ما عندي لاش غادي تنفعني من بعد ولا سميتو، كنفكر من الاحسن نجمعها بهاد الطريقه، نلفها بحال هاد الشكل هذا، ومنها ما تضيعش وتعطينا شكل اخر، ونديروها بين الخضره بين اللحم ونجمعوا بها هكا ونخليوها، ومنها ما تضيعش ومنها ناكلوا خضيره، وها هي كنوجدوا فيها بحال هذه الطريقه. غادي نزيد عليه واحد شويه البزار، وغادي نغطيه مزيان، وغادي ندخلو للفران شويه البزار بحال هكا مليحه، حنا كان عزيز علينا المنسمات، ونديرو بحال هاد الطريقه، وغادي ندخلو ان شاء الله للفران. ورا خويت عليه شويه زيت العود من الفوق، اللي ما كتحبش زيت العود وما كتبغيش زيت العود ترمي دويمات تاع تاع الزبده. غادي نغطيه بحال هكذا باش ما يتحرقش ليا من الفوق، وغادي نزيدو قاعد بابي الومنيوم، نحاولو باش ما يتحرقش لينا الطبق ديالنا بهذا الشكل، نخليو طيطيب على خاطر. نشعلو عليه النار من التحت طيطيب، بعدا عاد نكملو. من بعد انا سلقت هذه البطاطا بهذا الشكل هذا، ودرت شويه الخيزو شويه جلبانه وشويه الرز وهذا المايز. دابا غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون او زيت المائده، انت ليك الاختيار، وغندير واحد شويه الملحه، وندير شويه البزار، ندير واحد شويه الملحه هنايا، وغادي ندير شويه الملحه في البطاطا، وغادي ندير واحد شويه البزار على حسب، هذا بزار بيض، المهم اللي كتبغي الكمون دير الكمون، حتى هو من المنسمه حتى هو زوين. ودير واحد شويه رشيشه تاع القزبر ومعدنوس اختياريه على حسب، شويه باش كنغيروا شويه داك نبدلوا داك شويه اللون اللي كاين. انتم البنات بعد ما خرجتم من الفران كندير لي الجبن هكا فرماج ديال الساندويش، باش عاود نردو الفران عار يدوب عليه هاد الفرماج، ومن بعد نحطوها مرطاب ونشفات، ديك الزويته حتى هي ما بقى لا والو، انا غادي نردو الفران ونرافق لكم النهايه. البنات هاد الطبق ديالنا وجد، ورافقناه مع هاد الخضره ومع هاد الخبيزه، راه قلت لكم راه فايته مجدها. هذا هو الطبق ديالنا، انتوما شوفوا لدنت كيفاش طاب، وغادي تحيدو العود، انا باقي العود ما حيدتوش، انت كيفاش طاب هالطريقة ديالو.
هو طاب وناشف، وتا اللحم ديال الصدر ديال الديك الرومي ولا الديك المهم ديال الدجاج ولا سميتو، ها هو طاب. يلا بالصحة والراحة وشهية طيبة.